ما حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبين أو ضمه إلى الصدر كما يفعله بعض الإخوان من المسلمين ومن مختلف الدول؟ لا دليل على ذلك، إنما فعله بعض الصحابة اجتهادا منه. المصحف لا يقبل ولا إلا أنه يحترم ويحفظ ويرفع ويستعمل في التلاوة، هذا حق المصحف. وأما أنه يقبل أو يرفع على الرأس وما هذا من فعل العوام والجهال. نعم نعم بارك الله فيكم.